السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. درسنا اليوم إن شاء الله هو فعل غوفن. كما تسمعون هذا الفعل يستعمل في اللغة الألمانية بكثرة، غوفن ومشتقاته. لفعل غوفن ثلاث مشتقات، يوجد مشتقات أخرى لكن لا تستعمل في اللغة الألمانية، فقط في قليل من الحالات، قليل جدا. لهذا سأعطيكم أربع مشتقات لفعل غوفن، وهو فعل غوفن الأصلي، وفعل أنغوفن، أوفغوفن، وتسوغوفن. هذه الأفعال الثلاثة هي التي تستعمل بكثرة في اللغة الألمانية، لكن سوغوفن أيضا لا يستعمل كثيرا، فقط في حالات قليلة جدا، لكن نستطيع أن نستعمل فعل غوفن بدله. إذا فعل غوفن وهو ينادي، ينادي شخص، تنادي شخص، أو شخص يناديك، أو شخص ينادي شخص آخر. إذا فعل غوفن هو ينادي. كانست تو بيت أحمد غوفن، هل تستطيع من فضلك أن تنادي أحمد؟ غوف مال أحمد بيت، هنا نادي أحمد من فضلك. هذه الكلمة مال نستعملها في اللغة الألمانية تعني مرة، لا عندما نقولها باللغة العربية لا نقول نادي أحمد مرة فنقول نادي، لكن تستعمل كثير في اللغة الألمانية. عندما تريد أن تقول لشخص انظر إلى هنا تقول كوك مال. أيضا في الكثير من الحالات نستعمل هذه الكلمة، كلمة مال، غوف مال أحمد بيتر، هي نادي أحمد من فضلك. هاسو ميش غوفن، هنا عن طريق سؤال، هل ناديتني؟ تسأل شخص، لا تسمع هل هو نادك أم لا، لم تكن متأكد، وتطرح عليه هنا السؤال، هل ناديتني؟ هاسو ميش غوفن. هنا الفعل الثاني وهو أنغوفن. أنغوفن هو يتصل، يتصل يعني تنادي شخص لكن عبر الهاتف، والمنادى عبر الهاتف هي يتصل أو اتصال. اتصال هو دير أنغوف كما تكتب هنا، لكن فقط بدون الإي والإن، هو الاتصال. كما قلنا يتصل، إيش غوفتش موغن أن، إيش غوفتش موغن أن. كما لاحظتم أن الـ A والـ N انتقلت إلى الآخر. دائما أقول لكم أنني سأعمل فيديو أشرح فيه هذا الدرس، سأعمله لاحقا إن شاء الله، لكي نعرف لماذا نقوم بتفرقة هذه الحروف يعني الأفعال. إيش غوفتش موغن أن هي سأتصل بك غدا. إيش هاب زي جيسن أن غوفن، أنا اتصلت بها البارحة، لقد اتصلت بها البارحة. لدينا فعل أوفغوفن، وهذا الفعل هنا كما لاحظتم لم أعطيه في الحاضر، لأنه يستعمل بكثرة في الباسيف المبني للمجهول، يستعمل بكثرة لأن فعل أوفغوفن هو عندما تنادى لكن ليس بطريقة مباشرة. مثال، تكون عند الطبيب وتسمع صوتك في المكبر أو في أي شيء، تسمع اسمك ويجب عليك، فيكون حان دورك لكي تذهب عند الطبيب وتسمع صوتك، أو تكون في أي مكان، في وكالة أو أي شيء، في مطار أو في أي مكان، وتسمع اسمك أو رقمك، تسمعه عبر مكبرات الأصوات وهذه الأشياء، فهذا تسمى بفعل أوفغوفن. وفي كثير من الأحيان نستعمله مع المبني للمجهول، نقوم فيد أوفغوفن داين نوما، فيد أوفغوفن تعني رقمك سوف ينادى، سوف ينادى رقمك. هذه هي فيد أوفغوفن، أو دو فيست أوفغوفن يعني سوف تنادى، لا نعرف من طرف من، لكن تنادى. مثال، مصلحة المكتب، مصلحة الأجانب. أيضا تكون أو في أي مكان تذهب وتلقى، في مثال في شركة الكهرباء، عندما تذهب أو أي شركة تذهب لكي تخلص بعض الفواتير، تسدد الفواتير، فتأخذ رقم من آلة، تأخذ رقمك وتشاهد في شاشة، ما تكون شاشة هناك ويكون فيها الأرقام، عندما يصل رقمك فهذا الفعل يسمى بأوفغوفن. أوفغوفن، فهذا أيضا يسمى
أوفغوفن، والفعل الأخير والذي هو قلنا سوغوفن لا يجب عليكم استعماله، لكن يمكننا أيضا أن نستعمله، لكنه يستعمل بطريقة قليلة جدا. سوغوفن هي أيضا تعني ينادي، لكن عندما تنادي شخص بصوت عالي، تنادي بصوت عالي يكون بعيد عليك، أنت هنا وهو بعيد عليك وتناديه بصوت عالي، فهنا نستعمل فعل سوغوفن. أو في بعض الأحيان أيضا عندما الشخص يتكلم معك بطريقة بصوت عالي أو ينهض عليك أو شيء من هذا القبيل، فهذا الفعل يعطي أيضا هذه الصفة. لكن عندما الشخص يتكلم معك بطريقة أو لا أعرف الفعل بالضبط، عندما يتكلم معك مثال أنت تفعل شيء وشخص يعاتبك، مثال يعاتب لكن ليس يعاتب بل يتكلم معك بطريقة بصوت مرتفع، هذا فعل آخر وهو فعل أنشخاين. أنشخاين فتقريبا مثل هذا الفعل، لكن نستعمل أنشخاين وليس هذا الفعل، لكن هذا الفعل نستعمله كما قلنا عندما تنادي شخص ويكون بعيد عليك، هو بعيد عليك، مثلا أنت في المنزل وهو خارج المنزل، أو هو خارج المنزل وأنت في المنزل ويناديك وجميع الأشياء مسدودة، النوافذ مسدودة والباب مسدود ومغلق وهو يناديك، فهذا يمكن أيضا أن نستعمل سوغوفن لأنه ينادي بصوت عالي. هنا إشهاب ديش توغي غوفن وانتو هاست نيش تكهات، تعني أنا ناديتك توغي غوفن، زعما ناديتك بصوت عالي لكنك لم تسمع شيء، أو إيش موس ديش توغي غوفن دامنتو مش هاست، يعني أنا اضطررت إلى أن أناديك بصوت عالي لكي تسمعني. إذن هذو هما الأفعال كما قلنا، غوفن ينادي، أن غوفن يتصل، أو غوفن ينادى لأنه يستعمل دائما في المجهول، تسو غوفن ليس دائما بل في كثير من الأحيان غوفن يستعمل في المجهول، وتسو غوفن هي تنادي شخص لكن يكون بعيد عليك وبصوت عالي. إذن كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن تكونوا استفدتم منه، والسلام عليكم ورحمة الله.